مساء الخير على كل مشاهدي تلفزيون الوطن، واهلا وسهلا بحضراتكم في تغطيه جديده نتكلم فيها عن اسعار الدواجن. وبشرة ساره لكل المواطنين بان في تراجع ملحوظ في اسعار الدواجن. اسعار الفراخ البيضه تحديدا هي تراجعت عن الاسعار المعروفه في الاسواق بقيمه 10 جنيه، كمان اسعار الفراخ البلدي تراجعت بقيمه 5 جنيهات عن المتداول اخر اسبوعين. كمان في اسعار انواع معينه من البط والارانب وكمان البانيه، اسعار دي تراجعت شويه في الاسواق عن الاسعار اللي احنا بنتداولها او بنشتري بيها من اسبوعين فاتوا. يعني خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن اسعار الدواجن واسعار الفراخ من هاتفيه من الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بالغرفه التجاريه. مساء الخير يا دكتور. اهلا مستندور على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. عايزين نعرف يعني تعليق حضرتك على تراجع اسعار الدواجن اليوم. هو يمكن الاسعار ما تراجعتش بالشكل اللي عاوز المواطن، يعني النهارده المواطن حسب مدخلاته عاوز يرجع الى ما كانت عليه الاسعار سابقا، لكن في ظل طبعا ارتفاع الاسعار وعندك تعويم الدولار بدات الاسعار ترتفع، وبالاخص مستلزمات الانتاج اللي هي المدخل الرئيسي لصناعه الدواجن. هو ده الاساس عندي اللي هو ده يؤدي الى انخفاض الاسعار. يمكن الاسعار النهارده في المزرعه 57 جنيه تتباع 62 جنيه، ده بتكلم بالنسبه للفراخ البيضه. الفراخ البلدي نقول الاول الساسو يمكن 63 64 تصل الى 70، البلدي يمكن 68 يصل الى 72 73 جنيه، البانيه يمكن 135 جنيه. هذه الاسعار المتواجده في الوقت الحالي، لكن هو اللي احنا عاوزينه ايه؟ هل ده اللي هيرضي المواطن صاحب الدخل المتدني او هيرضي مين؟ احنا عاوزين نرضي المواطن، يعني احنا عندنا مشكله او عندنا اشكاليه. اشكاليتنا الحقيقيه انا عندي في منتج، وهذا المنتج اللي هو متواجد عندي النهارده طالع من المنظومه، لاني كانت الاسعار حينما كان ينتج ما كانتش الاسعار تتناسب مع تكلفه الانتاج بتاعه، فكان بيخسر، فاثر السلامه وخرج بره في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج. بدانا النهارده نتحرك في حراك جيد، في تحركات من الدوله، في تحركات من هيئه السلع التموينيه بدات تعمل مناقصه، والمناقصه دي انا بتعل ان شاء الله وبامر الله في ظل التحركات الايجابيه، والنهارده تبدا الموردين يبتدوا يوردوا الذره، انا بتالي يحصل طفره كبيره جدا في اسعار مستلزمات الانتاج اللي هي الاساسيه بالنسبه لصناعه الدواجن. فانا عاوز حاجتين عشان المواطن يرضى بهذا الامر، وايضا المنتج، لان المنتج لو خرج بره المنظومه طب انا هديله منين او هعمل له ايه؟ هتبقى عندي مشكله. فاحنا بنقول الوقت اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله اتمنى نكون التوريد سريع. انا عندي التوريد بالنسبه لهيئه السلع التموينيه اعتبارا من يوم 10 لحد يوم 25، كان يوم الخميس في تقديم بالمظاريف المغلقه، اتمنى ان شاء الله يكون سرعه التحرك الايجابي بالنسبه للذره، لان الذره بيمثل 70% من العلف والصويا بتمثل 30%. بدانا بالذره بعد كده نبدا بالصويا مع التحرك الايجابي المستقبلي، ان احنا عندنا خطط مستقبليه توسع في الزراعه، وده اللي هيدي في النهايه انخفاض للاسعار. اتمنى نقطه مهمه جدا ان توفير اسعار الاعلاف بيؤدي لانخفاض اسعار الدواجن في النهايه. طبعا ده اساس عندي، هو دي المدخل الرئيسي. العلف كلها، اقول لحضرتك حاجه، دائما وابدا بعمل مقارنات بين العام الماضي وهذا العام، فاجد ان الدنيا ارتفعت اكثر من 100% و200% و300%. الصويا لو فكرت في الصويا النهارده 28 29 كان ب 8000 في شهر يناير العام الماضي، لو حسبت اضربها هتلاقي 4 في 7 28، يعني 4 اضعاف. رغم ان الدولار ارتفع 100% لان الدولار كان ب 15 بقى 100%، ايه اللي يخلي 400%؟ هو ده الحاجات اللي احنا مفروض نحط ايدنا عليها. الدوله بالاجهزه المعنيه بتاعتها، والكلام ده قاله رئيس مجلس الوزراء، احنا عندنا اليات، احنا عايزين الاليات تفيد مين؟ تفيد المواطن صاحب الدخل المدني، وتفيد ايضا الرجل اللي بينتج، لابد ان يديله السعر العادل عشان يستمر في الانتاج. ومش عاوز بقى حد يطلع يقول والله ده البيض 72 تكلفته، لا الفرخه تبقى بخمسه، مفيش داعي، لان الكلام ده بيصير حفيظه المستهلك في ظل ان هو مدخلاته ضعيفه، انت ما تسيرش حفظته في الوقت اللي هو عاوز حد يعجب عليه. مفيش داعي للكلام اللي يخلي الناس تزعل مننا او تزعل من المنتجين، رغم ان المنتج ما بيسرقش حد في الوقت الحالي حسب المدخلات وحسب الاسعار المرتفعه. طيب يا دكتور، يعني حضرتك شايف التراجع في الاسعار للدواجن، التراجع البسيط ده مؤشر لتراجع اكبر في الايام المقبله؟
أنا أتمنى إن شاء الله في ظل انخفاض مستلزمات الإنتاج أكيد هيحصل انخفاض، بس الكلام ده بياخد مدة طبعا، بياخد على الأقل دورة إنتاجية، لأن ما ينفعش إن أنا هفرج النهاردة أوديك النهاردة الذرة والصويا بسعر متدني عشان تعمل العلف، والعلف ينخفض من 21.5 ولا من 22 إلى 15-16، طب هيقعد دورة إنتاجية، الدورة إنتاجية 32-35 يبيع يصل ل40 يوم 45 يوم، لكن أنا هحسب النهاردة لو بدأت من النهاردة عشان دخل شهر رمضان مش عاوز يحصل أزمة في رمضان، الدولة بتسعى وكلنا بنسعى وبنحاول قدر الاستطاعة، كل فيما يخصه بيحاول قدر الاستطاعة يقدم ما لديه علشان المواطن. شو عاملين نتكلم جبنا سيرة المواطن كم مرة؟ لأن المواطن هو اللي دائما وأبدا بيشيل الليلة، هو والمنتج اللي هو الأخير ده اللي احنا بنتكلم عليه. بنتمنى إن شاء الله في المرحلة القادمة يحدث انفراجة وتنخفض الأسعار بما يتناسب مع مدخلات المستهلك وأيضا نحافظ على المنتجين مرة أخرى. نتمنى ذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان. الناس بتسأل الأسعار ممكن تقل شوية فيما يخص الدواجن؟ لازم نقول شرط، أداة شرط، إذا انخفضت الأعلاف 100% هتنخفض، والكلام ده قلناه قبل كده. الأعلاف هي المؤشر الرئيسي والوحيد الذي يؤدي إلى انخفاض المنتج النهائي. إذا الأعلاف ما انخفضتش يبقى أنا بضحك عليك قلت لك هتنخفض. الأعلاف هتنخفض 100%، مليون مش 100%، تنخفض الأسعار، لكن لا أستطيع إن أنا أجزم هيحصل، لأن أنا ما عنديش الآليات اللي عندي أقدر أقول إنه بكره الصبح الأعلاف هينخفض. لكن لو عندي المؤشرات دي اقول لك هينخفض فعلا، لكن ما عنديش المؤشرات، لكن بقول لك انخفاض اسعار مستلزمات الانتاج والعلف يؤدي في النهايه الى انخفاض المنتج النهائي اللي احنا عايزين نديه للمستهلك، واحنا كلنا يعني كلنا بنستهلك الدواجن، ما فيش حد ما بيستهلكش دواجن. باذن الله تنخفض الاسعار. دكتور عبد العزيز بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا كريم، شكرا لحضرتك. دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه الدواجن بالغرفه التجاريه كان معانا عشان يوضح لنا تفاصيل اكتر عن اسعار الدواجن والانخفاض اللي حصل في اسعارها خلال يعني الايام او الساعات الماضيه في اسواق عن الايام اللي فاتت وتداولها في الاسبوعين الماضيين. تقريبا كل التفاصيل حول نشرتنا الاخباريه عن الدواجن الحاليه، ان شاء الله استنونا في النشرات المقبله على شاشه التلفزيون الوطني. كنت معاكم كريم عثمان، شكرا جزيلا.